دلوقتي ناقد رياضي اسلام صادق ربما برضو يفسر لنا اكتر هذا الموضوع. اتحاد الكرة اهو بيقول لا ان شاء الله كل حاجة تمام وان شاء الله هيكمل. وسؤالي ليك استاذ اسلام بعد ما بمسي عليك طبعا يكمل الدوري بس على اي اساس؟ استاذ معتز برحب بيك اهلا وسهلا كل المشاهدين. اهلا وسهلا. سنظل في ازمات الانديه مع اتحاد الكره في ظل غياب اللوائح، في ظل انت حضرتك مش عارف الزمالك لو اصر على الانسحاب مش انت كمعتز تمرداش، لكن في ظل عوار اتحاد الكره في التعتيم على عدم وجود لائحه. انت حضرتك النهارده لو دخلت على الموقع الرسمي لاتحاد الكوره وطلبت ان انت تطلع على كمشاهد عادي تطلع على لائحه المسابقات عشان تعرفها مش هتلاقي لائحه للمسابقات موجوده على موقع الرسمي لاتحاد الكوره، علشان المسؤولين في اتحاد الكوره مش عايزين يظهروا اللوائح لكل الانديه ولكل الناس وللراي العام علشان المواقف اللي بتحصل او الاخطاء التحكيميه او الاخطاء واتيفر ايا كانت الاخطاء اللي بتحدث في مباريات الدوري الممتاز، فبتلاقي حضرتك كل واحد بيفسرها على مزاجه والدنيا بتنتهي بقعدة عرب وبس. في النهاية هتلاقي اتحاد الكرة بكرة هيدعو الأندية لقعدة والجلسة زي ما تم قبل كده في فترة من الفترات لما نادي الزمالك والاتحاد السكندري والمقاولين العرب وطنطا هددوا بالانسحاب من الدوري في الموسم الحالي، وتم دعوتهم وتم وقت ما كان جمال الغندور رئيسا للجنه الحكام، وتم اقاله جمال الغندور بعد اسبوعين من الجلسه، وتم الاتفاق في الجلسه على اقاله جمال الغندور وتعيين عصام عبد الفتاح، وخرج علينا المسؤولين في كل الانديه وفي مسؤول اتحاد الكوره ان جمال الغندور باقي كرئيس للجنه الحكام على غير الاتفاق. طب افرض استاذ اسلام صادق، افرض ان يعني اداره نادي الزمالك المره دي ما عجبهاش الحل اللي هتقدمه الجلسه العرفيه اللي حضرتك بتتوقع ان هي دي اللي ممكن تتصدى لحل الازمه، هيبقى ايه الموقف؟ استاذ معتز يمكن الكل اعتاد من اداره نادي الزمالك ان هم بيرجعوا في كلامهم، فالكل منتظر انها تنتهي في جلسه عرب، مفيش حاجه اداره نادي الزمالك في فيما يخص موضوع الانسحاب. يعني في عهد المجلس الحالي الزمالك انسحب بتاع 3 4 5 مرات. طب ممكن تقول لي بحنكتك وخبرتك كده انت شايف ايه اللي ممكن يحصل؟ مجلس الاداره بالتالي كل اعضاء مجلس اداره اتحاد الكوره منتظرين تراجع نادي الزمالك عن الانسحاب. افرض بقى المره دي لكن النهارده صمم اتفضل افرض صمم يعني ما اعتقدش ان هيكون في قرار من نادي الزمالك بالانسحاب من الدوري. ما تعتقدش؟ لا لا يعني انا بقول حضرتك مش هيتم دوت، يعني يبقى زي ما انا كنت بقول استاذ كرم كردي من شويه، يعني الزمالك هيطلب منه ان هو يعديها المره دي. ما انا بقول لحضرتك على فكره حضرتك لو جبت نفس الازمات ديت السنه اللي فاتت هتلاقيها برضو نسخه طبق الاصل. نادي الزمالك بيعترض على التحكيم وبيعترض على سياسه الحكام، بتلاقي النادي الاهلي بيصدر بيانات ماشي علشان بس يبقى النادي الاهلي برضو ايه يبان ان هو ما بياخدش البطوله بالتحكيم، او مع ان النادي الاهلي ملوش علاقه بالقصه. يعني ايه اللي يخلي النادي الاهلي النهارده تحديدا يصدر بيان بيطالب فيه بيقول احنا مش هنلعب الدوري غير لما الزمالك يلعب مؤجلات؟ هو مين اللي بيدير المسابقه؟ اتحاد الكره ولا النادي الاهلي؟ الا لما الزمالك يلعب ايه؟ معلش اسلام ما سمعتهاش. نعم؟ يلعب مؤجلاته؟ يعني من النادي الاهلي يلعب الماتشات المؤجله؟ مش هيلعب الدوري غير لما نادي الزمالك يكمل المباريات المؤجله ليه في الدوري الممتاز. طب وده دور مين؟ ده مين المنظومه اللي بتتحكم في الاداره؟ يعني اداره المباريات دي؟ انا بقول لحضرتك لان ده ردا على ايه؟ ردا على قرار اتحاد الكره بتاجيل مباراه الزمالك مع طلائع الجيش اللي كان مقرر ليها يوم الثلاث، وبالتالي اتحاد الكره علشان ما يزعلش اداره نادي الزمالك فوافق لهم على تأجيل المباراة ديت علشان طبعا
الاحتقان اللي موجود بسبب طبعا مباراة الزمالك والمقاصة. في نفس الوقت لما تيجي انت النهاردة كابتن عصام عبد الفتاح عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس لجنة الحكام، يا جماعة بيجي مثلا بيقعد مع جهاز كريشة وبيطلب منه انه ما يذكرش واقع ركلة الجزاء في التقرير الرسمي اللي قدمه النهاردة لاتحاد الكرة. ده ليه؟ ده علشان في حالة لو ذكر جهاد جريشة في تقريره النهاردة واعترف بخطأه التحكيمي، ده يعطي الحق النادي الزمالك في المطالبة بإعادة المباراة. طب وإيه المشكلة؟ لا، ما هو الناحية التانية نادي المقاصة رافض طبعا ان المباراة تعاد، رقم واحد. رقم اثنين النادي الاهلي رافض برضو واجرى في سرية بعض مسؤولي داخل النادي الاهلي اجروا طلب بمسؤولين داخل اتحاد الكورة وطالبوا بعدم اعادة مباراة الزمالك ومصر المقاصة. وبالتالي انت بتلاقي النهاردة مفيش زي ما قلت لحضرتك، زي ما بدأت كلامي مع حضرتك، ان مفيش لائحة محددة انت بتستند عليها لما يحصل موقف معين. احنا اوريدي مش محتاجين نكلم مسؤول، لان احنا اوريدي عارفين اللوائح، واللوائح معلنة للناس كلها، وبالتالي هيتم اتخاذ القرار وفقا للوائح. طيب، وليس وفقا معلش علاقة. هكتفي بهذا القدر استاذ اسلام صادق الناقد الرياضي، وبشكرك جدا على كل هذا التحليل والمعلومات. وواضح ان الازمة زي ما بيقول الاستاذ اسلام وزي ما توقع الاستاذ كرم كردي هتتحل ان شاء الله بشكل ودي او بشكل عرفي. هل ده هيرضي الزملكاوية؟ ان غدا لناظره قريب، ننتظر لكي نرى، هنشوف.